وفي ذكرى تحرير سيناء، أجرى التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع مجموعة من مشايخ وعواقل سيناء. طبعا اليوم نحتفل بسيناء، والاحتفالية ذي طبعا كل أبناء جنوب سيناء بيحتفلوا بهذا العيد الكريم. فطبعا جنوب سيناء ذي ما جتش بالسهل، إلا التحام مع قوات المسلحة ومع أبناء المجاهدين، والمجاهدين بحقيقة عملوا مجهود مع قوات المسلحة، لأن ثقتنا كبيرة في القوات المسلحة نحن أبناء جنوب سيناء. احنا النهاردة طبعا زي ما حضرتكم شايفين في عيد تحرير سيناء، ده عيد مناسبة ذكرى عطرة على قلوب أبناء سيناء وكلوليتهم. العيد ده ما جاش من فراغ، والتضحيات والأمن والاستقرار اللي احنا بننعم به النهاردة ده ما جاش من فراغ، ده جاء بتضحيات أبطال سالت دمائهم على أرض محافظة جنوب سيناء. احنا كنا في حرب والنهاردة في تعمير، النهاردة سيناء بتتعمر بسواعد أبنائها المخلصين الأبرار. زي ما حضرتكم شايفين النهاردة احنا بنحتفل سويا، سيناء مش اقتصرت على البدو بس، ولكن سيناء اختلط النسيج الوطني بين حضر وبدوي وبقينا كلنا نسيج واحد الحمد لله. النهاردة بننعم بالأمن، بننعم بالتعمير، النهاردة في طفرة تنموية لم يسبق لها مثيل على مر التاريخ. طبعا سيناء ما جاتش بالسهل، شهدت سيناء من الحروب أجيال وأجيال، ولكن نصر أكتوبر العظيم خلانا طبعا نعيش في عز وفخر إلى الآن، وكملت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الأمن والأمان في مصر وعروة مصر كلها. طبعا تحية وتقدير لهذا الرجل ما فعله لمصر من إنجازات ومن حاجات كثيرة، طبعا النهاردة بنفخر بيها. تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة ده حاجة محترمة، نموذج، وإحنا عندنا أبناء أحفاد المجاهدين. المنظمة اللي تأسست سنة 1968، منظمة المجاهدين دي عددهم كان حوالي 1125 مجاهد. أبنائهم هم اللي كانوا من أبناء القبائل اللي واقفين جنبا إلى جنب مع قوات المسلحة ضد عناصر الإرهاب والتطرف، ودي حاجة بنتشرف بيها كأبناء قبائل كلنا. كل مكون سيناء يحتفل ليس في ذكرى فحسب، ولكنها هي في القلوب، نتيجة لحبهم لهذا الوطن ونتيجة لعودة سيناء للحضن أو للوطن الأم بمثابة تاريخ، وتاريخ مستمر يتوارث الأجيال جيلا بعد جيل. في الحقيقة يمكن قد تكون هناك بعض مظاهر الاحتفال كافتتاحات عدد مشروعات أو يعني نوع من الاحتفالي، لكن طبعا تجاوزت سيناء حدود الاحتفال إلى الرغبة في تحقيق الأمل.